عاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ليسجل مجددا بعد غياب 5 مباريات. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب، حيث أحرز هدفا في شباك أرسنال في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات ضمن الأسبوع 30 من منافسات البريمير ليج. هدف صلاح جاء في الدقيقة 68 من زمن أحداث المباراة ليرفع رصيده من الأهداف في شباك أرسنال إلى 7 أهداف، كما رفع رصيده من الأهداف في بريمير ليج إلى 18 هدفا، ويكون على بعد هدف واحد من هاري كين نجم توتنهام والذي سيواجه نيوكاسل خلال هذه الجولة. واستطاع صلاح أن يعود للتهديف بعد غياب 5 مباريات كاملة، حيث كان آخر أهدافه في شباك ليستر سيتي، ليغيب بعد ذلك أمام كل من إيفرتون وشيفيلد يونايتد وتشيلسي وفولهام وولفرهامبتون. وتمكن ليفربول من مواصلة صحوته المحلية بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 3-0، ليرفع رصيد الريدز إلى 49 نقطة ويكون على بعد نقطتين من تشيلسي رابع الترتيب، والذي سقط أمام ويست بروميتش بنتيجة 5-2. وجدير بالذكر أن ليفربول سيكون أمامه موقعة أوروبية نارية ضد ريال مدريد مساء الثلاثاء المقبل في إطار ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.